انا اللي خصني نقول لك ان انا السياسه كتخطط في الخفاء في الظلام في الليل خارج المؤسسات اللي كتنظم الحوار، وبالتالي ان ديال السياسات يمكن لها غتفشل. وانسان خصنا نقنعوا بعضياتنا، قنعونا عباد الله، قنعني اقنعني، ما كنقولكش شي حاجه، ما كنقولكش انا معايا الحق، انا كنقول اقنعني بان المعطيات ديالك صحيحه وعلميه وبان غتفك المغرب وتفكنا، واذا لقحنا 100% ديال المغاربه فقط. انا عندي ناس كتغوت يومين، ها واحد مات، واحد شالو الشعر، واحد شدلل، يمكن يكون كيكذبوا، يمكن يكون ما كيكذبوش، ولكن الحكومه ساكته وكتصيفط لي الزروطه، ما كتخلينيش اختيار، مضطر نثق بالناس اللي كيقولوا بان كيتشللوا. عندك مظاهرة سلمية عباد الله، مظاهرة سلمية، وكيقمعونا البوليس، مظاهرة سلمية، اش بغاو عندنا؟ وكندافعوا على حقنا، حنا ضد اللقاح الماسوني، دائما تذكروا انه عندما تتكاثر انتهاكات تعني شيء واحد، ان الدوله ما قدرتش تحل المشاكل الحقيقيه ديالها، وهذا الضرب وهذا العنف لا مبرر له ولا يؤكد اننا في دوله الحق والقانون. هذا بدينا الحيط، وضربني انا، ضربني، زيد ضرب، اضربني انا. احنا في الحق ان اي واحد يخرج يتخرج، احنا مطلوعين في بلاد التطور وان الدستور والقانون تعيش الحق، تخرج الظاهر وتقف وتسمر الحق، ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بلاد ديكتاتورية، ماشي بلاد ديمقراطية، بلاد ديكتاتورية. خالد يدار معايا على حقه 21 يوم ما خدامينش، ما كناكلوش، جينا نهضروا على حقنا، طلع فين غنطلعوا؟ يعطيونا ما ناكلوا، يعطيونا ما نشربوا، كتطحونا بحال البهايم، عطيونا غير على الاقل، اشنو في هذيك البلا، على الاقل اشنو في هذيك البلا. كل واحد اش كتطحوا لي؟ حرام عليكم، 21 يوم انا والزوج ديالي ما كناكلوا ما كنشربوا، شكون فيكم عمره سول علينا؟ شكون البوليس المحيي عمره سول علينا؟ حرام عليكم والله، حتى حرام حرام. احنا مراد بالسكر، مراد بالضيقه، مراد بالكلاوي، مين كنمشيو للسويسي تحت ما كيحرك النوبة 161 نوبة، لا تموت انت على خاطر خاطرك، لا ما بين كنخدمو على حقنا سلمية، لا هادي الحالة، لا هادي الجناوة، طلع باش يجي هو يقول لي جا السرقة عليه، يقول لي شنو؟ أنا وليداتي بوحدهم مرويين تما، وراه